انا املك قوتك وهذا شرف عظيم والله. كلام كلامك عن عن قال لي مره قال لي مره وش معنى الحضن؟ وش معنى الضمه؟ حضن على خطة ربة العناق. طيب بدون مش معنى العناق اللي هو تضم واحد اشتياق. إيه. تدري وش فسرها عادل بن هيف؟ نعم. وش قال؟ وش قال؟ عناق ان تاتي بعطر وترجع بعطرين. كيف انت متعطر ولا الله من شدة العناق يختلط عصر الحين ما عجبني والله يا اخي والله دائما عادة تدري ايش يدهشني فيه؟ انه يخرج خارج السربي يطلع برا الصندوق يغرد خارج السربي. بس الفكرة هذه منك ولا مقتبسة صراحة؟ لا لا الفكرة هذه مهم مني انا مقتبسها انت قريتها بس ما ادري لمن كاتبها انا خاطر اصلا يعني شلون تعني؟ يعني خليني اجيب كلام اقوى قبل يمكن اربع سنين قالها مسي بالخير عليها فالح سبيعي 300 فالح سبيعي من الكويت رفيق لي نعم قد ترى انا شوف انا من النوع اللي نسولف سوالف كذا جالسين على رصيف ترى ممكن انت تقول كلمه تبقى معي 10 سنوات قدام صح واقولها دائما على لسانك عرفت كيف والله كلام واقول العمر بالهدال انت وين كنت جالسين وقتها واعطل كنت في الكويت انا على رصيف ها على رصيف يعني ترى هذا الكوميدي حق كاريزما لا صحيح لابد ان تضحك يبقى رصيف قلت يمكن صح والله كلمات ترى البساطه احيان ترى هوله ترى وصل مرحله قال معي حزام ناسف قال ناسف حط عليه مويه يعني هو لو بغى لو بغيت في المحور هذا برضه قلت الشوق ايه وتقول شوق غرناطه شوق لا في شوق النخيل مول 300 900 لا هو قال شوق طيب شوق تدري انت يا ابو ما بغيت الجزائر تدري 900 حسبتها الان سم تسعمية اللي حسبتها ما تسألني ليش أسألك أنا مدير إدارة هل أنا ذكرت يعني تشوفني هنا في الإعداد شوقين ثور أفا يا إبراهيم خلي يوم الخميس يوم الخميس في حاجة ثالثة قلتها قبل يوم الخميس ما بسمع ما عندك استرية بالله بعيدك السؤال ناس الغامدي معك ثور مدير الاعداد ثور والله وش دخلني في ازدارية الان رجعتك وغسالة الحين محمد عيسى يا ولي ما تنشفت حد العين وي وش وي انا ناصر غامدي معك لا لا فعلا ترى سؤاله يعني عيد عدا ناصر غامدي مشعل العتيبي ثور تعبتها ترى بثور بالله ما عندك يا اخي هذا منين يفهم يا اخو افصل لك تبيني افصل لك يا ولد اللي انكسر دماغك ولا يدك انا الحين منين تفهم انت يا رجال بنروح في لا 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 تاخذ جوال لا لا والله لا اخذه لا لا والله لا اخذه وش اللي يقوله طول الزهراني اسمع ترى ضحكت من سعود العتيبي تذكره مره جانا هنا قال يا اخوي نصيحه لا تدخلون تويتر احنا متحمسين قال نصيحه لا تدخلون تويتر وفي انا مره لقيت تغريده واحد كاتب انقلع يا ابو خد يقول من يوم انا احاول الحق يقول ما عاد اضحك فانتبهوا يا اخي ما حد يقول لك يا ابو سن سعود العتيبي المزيوخ يقول لك يا ابو يا ابو مسدس صلوا على النبي اللهم صل وسلم عليك يا ابو الحين انا باخذ لا لا والله لا اخذ اسلم لا معك مسدس يوم الخميس يوم لا لا جد والله يا رجال ما في جديه عندكم انتم لا في جديه وفي طلعه الجديه وفي كل شيء جديه وفي اميه وعميه لا هي جديه على فكره ترى مشروع وفي مزاحميه ايش الجديه جديه لبيه سم ارحب هلا سولف تدلل وانا اسمعك يا حلو نبراتك ويا حلو صوتك هذا توكل على الله هو لا الجمعات قال ما فيها ريحه انقلاب ريحه شيء ما يحب طيب تاخذ جوالك بعدين باخذ جوالي وبنروح الخيمه نتكلم عن الوقف شوي نشوف تغريدات الناس اللي تبرعت الناس اللي تحب العمده اللي تكره العمده اللي يبون انقلاب اللي ما في احد يكره الا فيه ما ظن ما انت الرسول صلى الله عليه وسلم في ناس يكرهونه من تكون يا فهد صح ولا لا فعلا صح لا خليك متواضع ما انت ظن العربي ذكرت تربى دومي يا عمده ذكرتها بالخير قال لي ذكرتها بالخير ولا بالحصان قال لي ايش يعني لك الحضن قلت حضن على خبر على خطة ربع طيب خلينا نسال فهد بنشوف هي ابو لاهي لا تعطيني ضرر انا بسالت سؤال خارج الصندوق ابو لاهي اعطيني بركه حبيبي يلا بنجيك الحين وش معنى الحضن انت الله يهديك قفيت انا فكر خارج الصندوق تصيح وش معنى الضمه الحضن ايه وش معنى عيونك العشريه ذولي ترى بنقشها في فلسفه عدل شوف فكر خارج الصندوق الحضن من شخص انت تعريف العناق تعريف الحضن من شخص انت تحبه ايه الدخول الى عالم اخر يا الله جميل. حلو بس انك اوفر مره ايه انت والله حلوه بس انها والله نتكلم انا صار عالم اخر وين يعني اذا الحين اذا جيت كلك وحضنك بالله ما تحس انك داخل عالم ثاني جميل يعني بكلام الضم والدخول في طيب عالم اخر انت وش تفكيرك وش يعني لك العناق ابوك اخوك امك اي احد تحبه العناق او عناق المحبين
يا اخي فكر خارج الصندوق، نبي نشوف فهد اللي ما يفكر تفكير اللي مستهلك. فكر فهد يمكن تجيب شيء ويبدع. اخلص اخلص العناق او ابى انسف العالم انا اعوذ بالله. نعم هو اللي تحدى تشعر زي ما تقول بالراحه كانك تخاف عليه حذر. لا ايش اللي الراحه الراحه هي الاستجمام يا المستوى الراحه الرجال ملزم وانا ما ودي جيب واحده ثانيه تكفى اول شيء تفسير العناق قاعد هو رجالك هو مني عانتني عناق الالف تبي انا ما قال المحبه ولا ذا حذر الرجال الله اللاء المربوطة كيف احذر بهالدال؟ بهالدال ما يتحذر بهالدال. الله شوف كمية التداخل بين اللاء المربوطة. انت خايف عليه؟ امسك هذه. ما يخاف عليه؟ الحين هذا اللاء ينخاف. هذا اللاء صح؟ هذاك هذا اللاء رجال يقول يوم الخميس يوم الخميس انت خايف عليه؟ حذروا حذروا. قلت مو هالدال الرجال يحذروا بعضهم ابو هالدال جيت حذر. اسمع رجال ولد عم هذا حرف اللاء تخاف عليه ولا ما تخاف عليه؟ ما ينخاف عليه الرجال يخافوا منك بالعربي كلمة تخاف عليه ولا ما تخاف؟ انت مو كذا القينك درس لا اي هي لا يعني لا تقدرني على الالف لله هي الكلام واللي الفعل اذا تكلمنا اجدنا واذا فعلنا قتلنا رايم نجاش نحن رايم اذا تكلمنا قدرنا خرست السنتكم واذا فعلنا